يبحثون دائما عن الاسترضاء. في غباش الحياة تتوه أنت في لحظة البحث عن الجزء الآخر من حياتك، يضيع الجزء الأول. فارق شديد بين الاسترضاء وبين الرضا، بين أن يقنعك أحد وبين هدأة القناعة، بين أن تكون وطني وأن يتم تدجينك في معايير وعناوين وطنية. إذا كل واحد فينا بده يفكر بمساحته الخاصة، المساحة الكبرى للأردن، من يفكر فيها؟ اليوم أنتم في زحمة الشوارع، في زحمة المواعيد والمشاوير، في شهر كريم نستذكر فيه التفاصيل والماضي. لا يمكن لأردني إلا أن يستذكر عبق الماضي في رمضان. هي حالة وجدانية، هي ممر خالص بينك وبين الله، هي الروح يا سادة، تبحث عن مناها وتبحث عن منصة تعتلي فيها عن ما يحدث على الأرض. الوطن ليس تنظيرا سياسيا، الوطن ليس شعاراتيا، الوطن أنت، ذاكرتك، يومك، مستقبلك، استشرافك. الوطن كم؟ لا يمكن أن تمسك ريشة واحدة بلون واحد وتعتقد أنك ترسم شارعا في وطنك. أنت عليك بكل الألوان، اغضب من أجل الوطن، لكن لا تنتقم. انتقد من أجل الوطن، لكن لا تهجر. تعذب لأنك تريد وطنك في المقدمة، لكن لا تعذبه. علموا أولادكم أن هنا لا يشبه أي مكان. علم أولادكم أن الجنة هي مقدار الله عندما يكافئك، لكن أول معنى للجنة بعد بيتك على الأرض وطنك وذاكرتك. هناك لا تشرك، هناك لا تشتبك مع قوى الشر، هناك لا ترمز، هناك لا تجعل غيرك يفسر منحاك. هناك إما أن تصل وإما أن تغادر. نصف الطريق خيانة. يا الله ما أبشع هالكلمة عندما توجد بأدبيات المواطنة. البعض يعتقد أنه يستقوي بمعلومة على الوطن، والإعلام الوطني هو المستهدف. من رجالات الإعلام؟ من يرسم سياسة الإعلام في الأردن؟ مصادر الخبر في الأردن وين؟ قيم المواطنة إعلامياً، من يركز إحكامها ومن يحكم مرتكزاتها؟ اليوم معي أستاذي أنا شخصياً، تنقل منذ أن كان يعمل في صحيفة الرأي للمناطق النائية، عندما كان يكتب الخبر ثم أصبح هو الخبر. انتقل دون أن يطلب أماكن، الأماكن انتخبته. في دائرة للإعلام من أرقى ما يمكن، هناك خلف أسوار الديوان الملكي في مقدمة الحياة المجتمعية الأردنية، كنت أراه لا متكلفا، كنت أراه طبيعيا دائما. هدوءه يشعرك بأنه غير موجود في المكان، لكن عندما الحدث يحدث تعرف أنه في الصدارة. اليوم هو رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، هذه المدرسة التي عبر منها كل الإعلاميين الشرفاء وما زالوا يعبرون. عرفتم ضيفي، تعالوا أنا وأنتم بعد الفاصل ندخل في عوالم مهيبا راقيا. ابن البلد الجنوبي العماني، عطوفة غيث الطراونة، أبو عون، بعد الفاصل.